الشيخ صالح بعضهم يرفع في كل خفض ورفع، ويرفع إذا قام إلى الثانية أو قام إلى الرابعة، وأحيانا بعضهم يرفع في السجود، فما هو الحكم؟ هذا خلاف السنة. المواضع التي ترفع فيها الأيدي هي المواضع التي ذكرتها لك، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من التشهد الأول. نعم.